بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مرحبا بكم في هذه الأنفاس الرمضانية على قناة أنفاس بريس، ونتحدث معكم عن السؤال الخامس، وهو لماذا يسرف الناس في رمضان؟ ما المقصود بالإسراف؟ شنو هو المقصود بالإسراف؟ الإسراف هو التبذير، التبذير هو المبالغة في الأطعمة والأشربة والمأكولات والمشتريات، حتى إنك تجد كلفة رمضان تضاعف الكلفة ديال الشهور الأخرى جوج مرات أو ثلاثة ديال المرات. كاين اللي مثلا في الشهر العادي كينفق مثلا 3000 درهم، وفي رمضان كتلقاه كينفق 5000 درهم 7000 درهم، يعني الكلفة ترتفع مرتين أو ثلاثة. واش هذا يعني محمود أم مذموم؟ واش هذا مطلوب يعني مرغوب أو لا غير مطلوب؟ الجواب أنه لا ينبغي للمسلم أن يسرف في رمضان. علاش؟ باش ما نرجعوش رمضان شهر عادات وطقوس يعني دنيوية بدنية، أكل وشرب وإسراف في الأطعمة. لا، رمضان ليس لهذا شرع رمضان، ماشي هذا الشيء علاش تشرع شهر رمضان، وإنما شرع رمضان لإقامة ذكر الله، لإقامة العبادات، لإقامة الصيام الحقيقي الذي يربي النفس على الصبر، ويربي النفس على الطاعة، ويربي النفس يعني على الزهد والورع والتقوى، ماشي على الإنفاق الكثير والبذل. نعم الإنسان يعني لا نحرم طيبات ما أحل الله، والله تعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن هاد الطيبات وهاد الخيرات وهاد الشهوات نأخذ منها يعني بقدر الكفاية وليس بقدر الإسراف، لأن كاين الإسراف اللي كتلقى بعض الأحيان في صناديق القمامة، كتلقى المأكولات مطروحة في صناديق القمامة، كتلقى الحريرة في صناديق القمامة، كتلقى يعني بعض المأكولات وبعض المشروبات يعني في صناديق القمامة. هذا ما يبغيه الله تعالى. لو نوفروا هاد المأكولات وهاد المشروبات، هناك من سيستفيد منها. لو نوفروا يعني هاد المصاريف وناكلوا باقتصاد يعني ما يكفينا للصيام، والحمد لله ينوع الإنسان من أنواع الطعام والشراب، ولكن دون إسراف. المقصود هنا هو عدم الإسراف والتبذير اللي كيجعل الإنسان يأكل حتى التخمة. تصور هذا الإنسان اللي مثلا تحطت قدامه مائدة الإفطار وفيها عشرات الأشكال، ويأكل هذا عشرات الأشكال ديال الطعام، ويشرب جوز زليف ديال الحريرة ولا ثلاثة، كيفاش غيمشي لصلاة التراويح؟ كيفاش غيمشي هذا الإنسان يوقف 8 ديال الركعات أو 11 ركعة من مور الإمام ويسمع الحزب ديال القرآن الكريم؟ لن يستطيع ذلك، سرعان ما يغلب عليه الخمول والنوم، وإلا مشى كاع للجمع كيصلي صلاة العشاء ويمشي بحالته، فماشي هذا هو المطلوب. إذا شهر رمضان ما ينبغي يكون ديال هاد العادات السيئة. ردوا معايا البال، الله يجازيكم بخير. العادات السيئة في رمضان كثرة الأكل، كثرة الشرب، كثرة النوم، يعني كثرة الكسل، ماشي هذا الشيء اللي شرع الله رمضان، وإنما شرع الله رمضان لكثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن وكثرة العبادة وكثرة الصلاة وكثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فلذلك إلى ما حيدناش هذه العادات السيئة راه ما يمكنش نكثروا في العبادات والطاعات اللي تقربنا لله سبحانه وتعالى، وهذه العبادات والطاعات هي التي لأجلها شرع شهر رمضان. وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.